والله هذه فرصة أخرى معناها ليك وسي خليفة وللمستمعين المستمعات، وكأنني ارتكبت جريمة وخطيئة لا معناها لا تغتفر. أنا عمري ما عشت، معليش ما اسموه يا حاتم، صحابي صحابي جيوني العائلة كذا، معناها نقول لهم أنا مش يمكن فيهم، ولكن الأمور وليت معناها مش معقول، معناها هذا الهجوم الشرس على شخصي على عائلتي على علاش؟ هاي شو اللي ارتكبت وقتي أنا والناس الكل تعترف، وانتي ولد المدينة زادة، فهمتي ولا؟ اللي المدينة منكوبة، وقلتها أنا في إفام، قلت إن في برنامج رياضي عطاني هكا معناها مجال، بكيت باش عديت نداء استغاثة السيد الرئيس، قلت رانا ما عاد عنا حتى حل سيد الرئيس، إن شاء الله تخلصنا من وقتك وتقوم بزيارة إلى مدينة حمام لف. الناس يكون ماخذوا هاشي بجدية أن الرئيس سيستجيب إلى هذا النداء. أوكي قلت بقى هذاك يتكلم الكابتن وهذاك يعمل. النهار اللي باش يجي جاني تليفون هنا باش نقولوا توا سي تري زامبورتون. وخر تحسني ونعرف شنو الحدث واستغل الحدث وانا قاعد بشط لي ساعتين قدام نصيرين تتصورني بصباتي وبواحد اموري ما عليناش. جاني تليفون الاول، جاني تليفون الثاني، نمر ما نعرفوش، بعدين قلت لي مدام، قلت لي بربي جاوب، بعدين جاني تليفون برتاب جاوبت، قال لي سي خالد، قلت له نعم، معنا نعطيكم الوقت، نعطيكم تليفونات، نعطيكم كل شيء باش نحيو الاشاعات وذي والحقد والغيره والدنيا. قلت قال لي ما تكلمت خويا على حملم وسياده الرئيس وكذا وكذا، احنا في الثنيه اولا وراه سيد الرئيس، احنا وين مش نلقاوك، وين تحبنا نجيو، وين تحبنا نجيو، يا ربي مش نجيبه، مش نجيبه، خذ لي بكازينو هكا ولا تعرف كازينو امام الكازينو، اي امام الكازينو اللي هو منبع الواحد، هذه النقطه شيء كبير، هو ريها هو الشريط الساحلي بكله، راه ما عندكش فكره، والضاحيه الجنوبيه باش ما نطولش عليكم، جربت روحي احنا مش تك 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 مشيت فما الامن وكذا، في الاخر عقلوني خذوا لي كهرباء كذا كل شيء نعطيك. بعد السيد الرئيس شافني جاني قال لي في الموعد، قلت له ربي فضلك سيد الرئيس اللي استجبت لي كذا، ومشينا وبدينا نتكلموا ومعنا السيد الوالي وبدينا نتكلموا. وين اخويا انا فما حوايج قدامي يلزمني يقولها، ثم واقع، لماذا هذا انكار الواقع؟ ثم واقع يلزم تتكلم عليه كما هو وليس كما يجب ان يكون، يجب ان يكون ماهيش في فلسفتي، وانت ما تعرفوا حتى في الرياض وتناولنا عدة كذا وكمان هنا من غديك، وبشوية بشوية مشينا ورينا وراء السيد الرئيس كيفاش معناها المياه، معناها باش ما نقولش كلمة أخرى خايبة، معناها المياه ملوثة ولا يضيعوه، وفما دي باراسول وفما كراسي وشكون كريم قدام هذاك، إذا كنت تكلم تعليم في حضور سيد المعتصم بعد الجو وكذا معناها في خلاص هذا كل. بعد ايش بدنا شويه على الكوره، ايش بدنا شويه كذا، واعطاني بيت شعر يا اخي انا كملتها قالوا كذا ما عليناش. بعد في الاخر باش نودعوا، قلت له سيد الرئيس انا في حياتي عندي المدينه والنادي، فهمتني دايور مره قد نعمل كتاب اون فيل ان كلوب، زوج مرتبطين ببعضهم، واحنا نمروا بذيقه ماليه ما عندناش الاشتراك باش نشاركوا في ديفيزيون 2 معناها لونجاجمون تاعنا. قال لي كيف؟ قلت له السيد الرئيس معناها في الاخر بكل لو تسمح شويه دعم صغير باش نقعدوا في ديفيزيون 2. قال لي كيف تقعدوا ديفيزيون 2 وانتم وحملهم فوق قروان وكنت نتفرج فيك وتميم وكذا وكذا. نحي هذا الكل ودعته يا خويا، بعدين حملني وبهشني منه وقال هذا الشخص هذا قال فيا كلام خارق العاده قدام الناس الكل، بارك الله فيك. هو الحدث التاريخي بالنسبة لي أنا وبالنسبة لمواطني حملم في 100% هو زيارة الرئيس لهذه المدينة المنكوبة اللي معناها ما جاء رئيس وقعد مع المواطنين وجات المواطنين وجات كذا. يا خويا بعد ياسين ياسين سي خالد، علاش قالوا العباد يا خالد حسني كابتن خالد اش قالوا عليك؟ شو اللي قلق عائلتك وقلق؟ لا مش أنا ما عنديش فيسبوك كما يقولوا لي. اش قالوا؟ معناها واحد لحاس
واحد نهر شنو يا اخي خالد حسني بركة فماش اجدر منه، وشكونه خالد حسني الجاهل هذا وين قرا ونهر شنو امور بعداو يعطوني منهم واحد يا سي يا سي حاتم يا ولد المدينه يا ولد المدينه يعنيها قال هذا النادي السيء الذكر النادي شنو ويستاهل باش يطيح اقسم بالله اقسم نادي رياضي اللي حملف لي رب اجيال يا اجيال ومنهم الكابتن خالد حسني هاك عند عاد الزهمول وبعث لي وهذا النادي اللي كان فيه الله يرحمه سي سلاحدين بي بالمسدس ومنيش عارف وكل تعرف شو ما وكل ما صاب النادي حملنف مدينه حملنف اجتماعيه صحيه بيئيه هو الكابتن خالد حسني يعجبكش لا اله الا الله والاخرين اي والاخرين قال لك سي خالد احنا تكلمنا وهو معناها نقز ما نكلتش الرئيس الرئاسه قالت لي وينك يا سي خالد الرئاسه عملت لي تليفون قالت لي ايجا مش نجي كاكا كم مرة أخرى وقت تكلمنا عن كازينو الأوروبيان وأنا بسد فرنسا عيطولي الأوروبيان عيطتي والحكومة عيطتي باش حضرت في اجتماع وقتها مدام شو اسمها وزيرة الوزيرة الأولى رئيسة الحكومة نجلة بودن رئيس الحكومة نجلة بودن حييوها بارك الله فيها وسمعتني وتكلمت أنا الموضوع الموضوع شنو وقتين نتكلم ونقول لابان بس باش تلقى أنت ناس ما تحبكش على لافال هذايا لافال انا قلت قدام الرئيس ما نخافش وهو بكيف كيف اشتريت الصيح اللي كان جات هي معناها قايمه بواجبها ما يصيرش ولكن هذه الكارثه البيئيه اللي صايره في الشريط الساحلي التونسي بكله هو نتيجه معناها من حبش نقول كلمه اخرى خليني نقول هو تداخل مؤسسات ووزارات ليست لوناس وحدها وليست وزاره البيئه وحدها عندك وزاره البيئه داخله فيها لوناس داخلة فيها وزارة السياحة داخلة فيها وزارة الصحة كيفاش معناها تخلي ناس تعوم في ماء ملوث غدوة يولي عنده امباتيت فيرال ونعرفه كذا وكذا لا خالد 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 وزارة الصحة راهي خرجت وزارة الصحة خرجت بليغ ممنوع باش تعوم في شط حملات بارك الله فيك الله يرحم بوك ايه وقتنا نقوله قدام المعتمد وقدام الوالي تو عملوا لي فتنة مع السيد الوالي راهو جماعة كيفاش؟ داخل في الوالي مانيش هو اقرا بعث الوالي البارح وسيد الوالي اسمه تتكلم سيد الوالي شو انا ضدك انا بارك الله فيكم اللي حكيتوا لي اليوم هالدقائق هذيا خلنا نريح نتقعد مالك لا هذا شو معنى عملت خطيئه هما وكان زياره الرئيس معني ما حبوهاش وما حبوهاش زد على ذلك خلت حسني انا جاهل انا عندي ديزيتود معناها سوبيريور نعرف خالد نعرف انجليز الماس تحب انت شو معناها انا ما عنديش الحق كاري راضي باش نتكلم في امور اخرى لا وكولد حملنف وتغير على حملنف وربيتك حملنف في الكلوب ربى خالد حسني راه ول من اولاد الكلوب خالد حسني وربيك انت وربيك وين لعبت في الكلوب ورباني شنو يعني بن عياد شوف يا اخي هما يعرفوها حملنف حملنف باش الناس اسمعني راهي سيت اون فيل يونيك فريده من نوعها ما معنى هي ستاسيون بانييري تيرمال هي مركز معناها يعوموا فيه استحمام واستجمام كان يا كاو سي خليفه مش عقلي معناها صحيح صحيح تلقى ما تلقاش ما قال لك انا جاهل ما نعرفش نقرا فهمتني ماني شو تشك في خالد حسني ثم شنو هي الجريمه اللي عملتها خالد وقت اللي دافع على مدينتك على بلادك خالد حسني مع الرئيس كيفاش جاب الرئيس الحملون مانا شنو كابتن معروفي على الغطاء على المشاكل وشافها سيد الرئيس وتكلم سيد الرئيس يقول لك لابان يقول لك برشا حوايج اخرين تتقالب فهمتني اي انت لابان مش يحبوني انا وزاره الصحه مش وزاره الصحه لكن اختبار عملت اختبار تاع الماء راه يضحك نقولها بكل صراحه انا كيفاش خالد يحبوا كيفاش تو العيشه زوز مديان يصبوا العيشه سيرا فرونتيير هذاك حمام الشط انا بحمام الشط يخي هو البحر قطع بركة تعيا تمو ما يهزو كي يصب في العيشة من العيشة يصب في البحر يجي حمام الشط يمشي للسيمان يا سيدي سويس اي معنى انت حتى على كورون دو والكرينتي معناها اللي يضرب نور يمشي الغادي ولا سود ولا كذا باهي يا معلم صحيح معناها كيفاش انا على 500 متر ما يعوموش وبعد 500 متر يعوموا يا ودي يقولوا لنا عايشكم هما هذين ما يحبوش يحبوه في المحموده جاء خالد حسني قال المدينه دي منكوبه وعندك كذا رانا عشنا اسابيع نتاع ماء في الرون بوان
ريحة كريهة الناس الكل وفما شو المريحة المشكلة بيه. اتكلم على الساحة اتكلم على لابال اتكلمت قلت مش انا باش نتكلم مش انا باش نعطي الحلول شكون ينوب حمام لنف وحمام الشت في مجلس الشعب ماهوش نعرفوش هو اللي حقه ولا هي ولا كذا هو اللي حقه بيقوم بالعمل ويقوم وكذا وصبيح ويعمل كذا هي ذاك انا نجمد ومش يحب لي خالد خالد انت مواطن وود البلاد وتجمد وتطالب وعملت النداء وجاء السيد رئيس الجمهورية وحكيت له الحقائق حسب حسب زاوية النظر متاعك انت ولا كان حق في ذلك ما بعد هذه الزيارة وسيد رئيس شو اللي قالك في الكوليس شفنا احنا اللي هبط في الكوليس قالك باش وعدك فماشي حاجة قالها انه ننقلها للسادة المستمعين والمشاهدين نزيدوا ان بلوس الان لا معناها هو لا الحكاية هو معناها شيء عارف الملف عارف الملف لا باش تنسحل وكذا وكذا معناها اللي شفتوه في الـ في الـ في كومون ديريج في الواحة تاع الاذاعة والتلفزة ولا تاع البريزيدونس هذاك هو هل 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 بعد زيارة الرئيس فما تحرك محلي جهوي وطني على شاطئ حملين فبدات شدت رافو فماشي حاجة صارت شو يا كابتن الأمور أكبر من باش أنت تنظف الرمل يا ولدي تنظف الرمل وما سوينا في غربات يا ولدي ما يا ولدي ما مش تصاور ورمل وبالدوزيش بكم توا علاش توا علاش؟ منكم وبوجبكم وقت اللي انا نجبد على الانتصاب الفوضوي فما ناس عندها مصلحه بالانتصاب الفوضوي لازم خالد حسني نعملوا له كربزور راهو جاتني تليفون في المغرب من السعوديه من برا ربي فضلكم كل شنات حملنا في بلجيكا من الناس كل فارحه الناس الكل رايح حملنا رايح حملنا رمز من رموز في السياسه في الواعد في الثقافه في الفن شو اللي تحبوا شو اللي تحبوا علي بن عايز بن حملنا والنهج اللي فيه اكثر انتصاب فوضوي هو نهج علي بن عايد دي ما عندكش فكره يا كابتن سامحوني انا خاطر نتكلم من جوارح ويعرف نعم نختم مع خليفه بن سالم خالد حسني الكابتن ابقى معي خليفه بن سالم يعني بعد زياره هذه ما وقعش الاتصال بيك لا من السلطه المحليه الجويه لا من مستحيل انا وقت نقول لك البارح وفما معناها صحابي وزرق دم بعثولي تدوينة مساندة للوالي ضد خالد حسني لا هي ثم عركة بينك وبين الوالي ما انت حتى عركة ودي انا شعملت الوالي انا شفت الرئيس انا قلت هي المشكل كيفاش خالد حسني هم يعرفوش اللي الرئاسة اتصلت بي وقالوا لي توا تجي انا في الشط من ساعتين تالوها هو ربي فضله وعطيه الصحة وما غادي مشالش بنيانة يعني ما هذا شبيكم يا هذا وانا قالوا لي جماعة انا ما نعرفش خاطر انا ليش مخالط الامور قالوا لي شكون الامور هذي الامور هذي مخلطة من المجتمع المدني من نعرف شنو من القدم مش ضد من كذا مانيش عارف انا وكأنني سي خليفة كأني معناه الناس ما حبتش ولن تستحسن هذه الزيارة عليه الله اعلم بس مصالحهم الله خالد وليكن خالد حسني راهو خالد حسني بالمدينة وغير على الأوتي تعرف وغير على معلومة وين كل اللي المواطنين الكل يحسوا به مش أربعة ولا خمسة ولا ست وكذا نعاود رأي الرئاسة اتصلت بي قبل ما يجي الرئيس بربع ساعة قالوا لي وين تجي معني هما وين يمشيوا باش أنا نجيهم أنا هما قالوا لي يجا واضح خالد حسني بربي قداش من عام لبس المريول نتاع حملنف قداش من عام فما 20 25 سنه فما 25 سنه موجودين من لي جون راهو خالد حسني يقول لكم يا جماعه اللون الاخضر والابيض تصبغ على بنو معناها اتكلم بحماس بحب البلاد وبحب الكلوب نتاعو زاد خدم بالكلوب قام بواجبه اللي يحب يوصله ووصله وعمل نداء للاستغاثه خالد حسني شكرا ليك انك وضحت الامر تفضل راهو علاش خالد حسني وعلاش مش خالد حسني واحد اثنين راهو مهما مواطن يجي مع الرئيس كله على المشاكل هذيك ليس بانسان يكون اختصاصي ونعرف شنو وكذا وكل لغه شعبيه هذه صناعه الكذب وشو نقول الاخر وصناعه التدليل والتشويه وش عملت لكم شو راه معناها العائله والدنيا وفرنسا وواحد من امريكا البارح يا سي خاطر انا معاك ليه انا نحب التدوينه تاع البارح بالاحمر بعد هذه واحد احنا نساند
نوسان السيد الوالي ضد كابتن خالد حسن. قال قوله يا اخي في معركه، قل له فوق المسرح. انا ما بيش عركه انا وقتاش انا ثلاث ايام التالي مع النادي اللوج على رئيس تاع النادي. نعم. ويعرف السيد الوالي وين يحلق بربي خالد عاوننا على الهيئه وعلى المركزات. لقيتوا رئيس ولا ما لقيتوش؟ لقيتوا رئيس ولا عليه الفتنه دي؟ عليه الله يهدي مخلق خالد، الله يهدي مخلق خالد حسني. نورتنا وشرفتنا اخوي العزيز. بارك الله فيك سيد الرئيس، فهي زيارة تاريخية وعاشت حملم.